اهلا بيكم يا حلوين في قناتي. النهارده هنتكلم عن القصص المرعبه اللي كانت بتحصل في مثلث برمودوس، والقصه النهارده بعنوان قصه اختفاء السيده الجميله. بنبدا القصه برساله من جوز السيده دي: لا استطيع ان اصف لك حقيقه ما يحدث في برمودا، فقد ارغمني ذلك على الاعتقاد الراسخ بانه ليس هناك اي امل. كانت هذه العبارات الحزينة والمخيفة جزءا من رسالة تلقاها نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق أرون بار من زوج ابنته حاكم جنوب كارولينا جوزيف أليستون في فبراير 1813 حول مصير ابنته. لكن ماذا حدث وكيف صارت الابنة الرقيقة الساحرة إلى هذا المصير المؤلم؟ دايما الناس اللي بتكون نهايتها مأساوية بتكون عايشة برضو حياة مأساوية، ساعات الحياة ما بتكونش عادة. السيدة ديت من وهي صغيرة وهي مآسي، أول مأساة كانت عندها كانت وفاة والدتها وهي في سن صغير، بينما كانت سيوتوزيا تخطو الأولى خطواتها في طفولتها و تتفتح بمرح على أيام سعيدة بين أحضان أبوين رائعين يغدقان عليها الحب والحنان ويوفران لها كل أسباب الهناء، خاصة أمها التي كان لديها من الوقت ما يساعدها على ذلك في غياب الأب، بين طموحه السياسي ودهاليز الإدارة والحكم. وفجأة فقدت سيوتزيا أمها وعاشت بعد في مأساة لا تنتهي، فلم يعد هناك من يستطيع أن يحيطها بعاطفة الأمومة والحنان على الرغم من حرص الأب على تكثيف رعايته لها. وعندما بلغت 17 من عمرها تزوجت من الرجل الذي اختاره الأب ليعوضها عن الجفاف العاطفي الذي تعيش فيه ويساعدها في منحها أكبر قدر من الاهتمام والرعاية. ولكن وقعت المفاجأة الثانية، فقد اضطرت بعد الزواج أن تعيش بعيدة عن والدها وعن بيتها الذي أحبته، ووجدت في أركانه الرصيد المفقود من الأمان منذ طفولتها وقبل أن تفقد أمها. ورحلت مع زوجها إلى حيث بدأ عمله الجديد حاكما لجنوب كارولينا جوزيف أليستون. ومرة ثالثة تتعثر خطوات السيدة الصغيرة في مأساة جديدة، حيث لم يمضي كثير من الوقت كان قد تورط والدها في قضية تمس شرفه الوطني وسمعته السياسية، وجرت محاكمته ونفيه خارج البلاد. وتجددت أيام الفراق والأحزان والخوف والقلق على السيدة سيوسيدوزيا، ورغم الحب الذي يحيط بها زوجها إلا أنه كانت حزينة وفي صدمات مستمرة، حيث للمرة الرابعة ابنها الذي رزقت به لا يعرف شيئا عن جده الذي غاب عنهم جميعا في تلك اللحظات العاطفية النادرة التي تحدث في الأسرة التي يأتي إليها قادم جديد، وابنها اتولد يعني من غير جد. وعاشت سيدوزيا فاقدة الأمل في أن يعود إليها الأب مرة أخرى، وكانت ترى في ابنها شبها جديرا لجده، وكانت تتمنى أن يتمتع الحفيد بصفات أخرى له حيث كانت تتلمس فيه صفات أبيها. ولكن الأمل قد عاد، حيث تلقت رسالة من والدها يخبرها بأنه سيعود إلى الوطن حيث تم العفو عنه بعد غياب 4 سنين. وحدثت الصاعقة، حيث أصيبت مرة أخرى بألم الفراق وبمرارة فقدان الولد، وعاشت من بعدها بعد وفاة ابنها الآخر كثيرا من أمراض عضوية نتيجة لضيق التنفس الذي تعيش فيه. وكان من رأي الطبيب أن تذهب في رحلة لمكان في نيويورك ولترى والدها أيضا في المنفى، فقد يكون في ذلك أفضل المواساة والعزاء. فبدأ الزوج في ترتيب سفر زوجته وراحوا مزرعة وجهزوا نفسهم وحضروا شنطهم، وتكلف واحد من أسرة زوجها يعني اسمه أرون بار وكاتم الأسرار، حيث كلفه بالسفر إلى جنوب كارولينا ليكون المرافق الشخصي لها. وطبعا جوزها اطمن وبعت معها كمان ده واحد أمين، واختاروا سفينة كانت سفينة باتريوت التي تم اختيارها للرحلة، وهي من السفن المعروفة بسرعتها.
ولذلك فإنها تستخدم عادة لنقل الرسائل والطرود البريدية الصغيرة من ميناء ساحلي إلى ميناء ساحلي آخر. وأصبحت السفينة السريعة باتريوت بعد الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا هي بتنقل الركاب في رحلات خاصة، وقد تم إجراء الترتيبات الخاصة بالحصول على إذن من القوات البريطانية التي تحاصر بعض المواقع الأمريكية في البحر للسماح بعبور باتريوت إلى ميناء نيويورك، وتحدد يوم الرحيل آخر أيام سنة 1812. فطلب الزوج من أليستون، من عم له كان يسكن قريبا منه يدعى ويليام الجيرونون، أن يرافق زوجته ويركبها إلى نقطة الرحيل وأن يطمئن عليها، عشان كان الزوج كان مشغول. المهم هي كانت مسافرة وبين عليها الضعف والإعياء، وعلى الرغم من مسحة الفرح التي ينطق بها وجهها بمناسبة قرب لقائها بأبيها الحنون بعد فراق طويل، تحرك الركب إلى ميناء جورج ناون في خليج وينياه بسيارتين كان من أعدهما أليستون، وكان الركب يضم صيادوزيا وطبيبها الخاص وصيفتها بالإضافة إلى مرافقها. وراحوا بقى ووصلوا وزوجها ودعها وكده، وبعد ما رجع كمان بدأ يحس بالفراق وكده، بس صيادوزيا بقى كان لها رأي آخر، فقد شعرت في ذلك اليوم بالسعادة، سعادة لم تشعر بها من قبل لفترة طويلة من الزمن، وأحست بالراحة وهي ترى السفينة باتريوت تطفو على سطح الماء، وعبرت عن أمنيتها أن تصل سريعا لترى والدها وتطمئن عليه. وعندما لاحظ الطبيب اللون الوردي يصطبغ وجهها ميسيس أليستون فجأة، أخذ يراقبها في هدوء ويحذرها من الانفعال الشديد، فأجابت: إنني أشعر الآن كما لو كنت قد عدت للحياة مرة أخرى. ولكن الطبيب الماهر حاول أن يغير مجرى الحديث، فأخذ يشرح لها أن قبطان السفينة يتمتع بسمعة جيدة، واشترك مرافقهم تيموني جرين في الحديث، فاعترف بأنه قد أجرى تحريات واسعة عنه، وكشفت عن أنه أكثر قادة السفن خبرة، حيث لا يوجد رجل مثله في سيادته للملاحة البحرية، فشعروا جميعا بالرضا والاطمئنان لأنهم في أيد أمينة. كان من المقدر أن تستغرق الرحلة 5 أيام، وكان من المتوقع أن تقف عدة مرات أمام نقاط التفتيش التي تقيمها السفن البريطانية التي تفرض الحصار على المناطق، ولكن لم يكن شيء من هذا يسبب القلق أو الخوف بعد الحصول على تصريح المرور. كان الجو معتدلا والرياح تكاد تكون ساكنة، والسفينة تتحرك بخفة ورشاقة وثقة في مياه المحيط في طريقها إلى ميناء الوصول نيويورك، غير أن أحدا لم تقع عينه عليها مرة أخرى. وأجرى الأب أرنبار مسحا شاملا للبحث عن السفينة على جميع شواطئ نيويورك بلا فائدة، حيث لم يجد فريق البحث شيئا ولم يعثر على أي أثر. إن ابنته قد فقدت تماما ولن تعود أبدا ولن يرى وجهها مرة أخرى. وتوالت الأسابيع الثقيلة، والأب والزوج يجديان الاتصالات المستمرة العديدة، وكاد الجنون يصيبهما عندما دفعهم الواقع دفعا إلى هذا الاستنتاج الرهيب المخيف، وهو أن سايدوزيا وجميع من معها على ظهر السفينة باتريوت قد اختفوا تماما في البحر بطريقة ما ولسبب ما لا يعرف أحد، ولن يجدهم أحد مطلقا. ولم يستطع الزوج أليستون أن يتغلب أكثر على ذلك، فأحزنه ذلك فعزل نفسه عن الناس وتوفي بعد 3 سنوات. وتوفي الأب أرون بار ولم يعرف أي منهما ماذا حدث للسفينة باتريوت، ولم يظهر أي أثر لما يمكن أن يكون قد حدث. إن آلاف الكلمات ومئات التفسيرات قد قيلت وعرفت ونشرت على مدى قرن ونصف من الزمن عقبت الاختفاء الغريب للسيدة سايدوزيا بار أليستون، ولكن ليس من بينها نظرية واحدة أثبتت صدقها أو جدواها أو صحتها. فماذا حدث؟ أهلا بكم يا حلوين في قناتي. النهاردة هنتكلم عن القصص المرعبة اللي كانت بتحصل في مثلث برمودا، والقصة النهاردة